لبحث الاعتداءات التركية، الرئاسات الأربع تعقد اجتماعا مع قادة الكتل السياسية وتأكيدات باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد. استمرارا للاستنكارات الشعبية، احتجاجات مستمرة أمام السفارة التركية ومطالبات بقطع العلاقات الاقتصادية وطرد سفير أنقرة. المالكي يلمح إلى شخصية رئيس مجلس الوزراء المقبل، والإطار التنسيقي يؤكد انفتاحه على بقية القوى السياسية في اختيار الحكومة. وردا على قطع حصة العراق المائية من دول المنبع، الزراعة النيابية تلوح بتدويل الأزمة المائية وتدعو لجلسة برلمانية عاجلة. أهلا بكم في نشرة جديدة من الرابعة، والبداية من تداعيات القصف التركي، إذ عقدت الرئاسات الأربع اجتماعا مع قادة الكتل السياسية بدعوة من رئيس الوزراء للتباحث بمستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها الاعتداء التركي. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الكاظمي استعرض ما أمام المجتمعين تفاصيل الموقف السياسي والاعتداء التركي والإجراءات المتخذة في مستويات مختلفة، وكذلك الشكوى التي سيقدمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وأكد المجتمعون وحدة الموقف الوطني في حماية سيادة العراق وأرواح شعبه، فضلا عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية واحترام مبادئ حسن الجوار ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة. فيما طلب المجتمعون الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية أمن العراق وسيادته ومنع تكرار الاعتداءات. من جهتها، عدت وزارة الخارجية إنكار الجانب التركي مسؤوليتها عن الاعتداء في دهوك بمصحة سوداء لا تقبلها الدبلوماسية العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحافة إن الوزارة تتخذ أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي، وأن العراق سيطلب مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي، لافتا إلى عدم وجود أي اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل في العراق، وأن بغداد طلبت من القائم بالأعمال العراقي في أنقرة العودة للبلاد، فيما أشار إلى أن للعراق خيارات متعددة تضمن أمنه وسيادته، وربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية. وإلى مجلس النواب، إذ أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن طرد السفير التركي سيكون على رأس قائمة الإجراءات التي ستبحثها جلسة السبت الطارئة، مبينة أنها ستبحث الخطوات الحاسمة ضد الجانب التركي لإيقافها. لابد أن تكون هنالك وقفة نيابية وحكومية وشعبية تجاه هذا الاستهتار الذي تمادى وظهر بأبشع صورة له هذا اليوم من خلال قصف السياح العراقيين الأبرياء الآمنين وقتل الأطفال والنساء. وعليه لابد أن يكون الموقف أكبر من تنديد وشجب واستنكار، مما يستلزم الأمر على الحكومة والشعب العراقي بالعمل على التالي: انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية فورا، طرد السفير التركي من الأراضي العراقية، تقديم مذكرة احتجاج على العدوان لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. هذا وحددت رئاسة مجلس النواب السبت المقبل موعدا لمناقشة الانتهاكات التركية الأخيرة. ووفقا لجدول الأعمال، فإن الجلسة التي ستعقد يوم غد السبت ستشهد استضافة وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش. هذا وكان مجموعة من النواب قد طالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية، والتي كان آخرها
في دهوك. باعتداء هو العاشر خلال هذا العام فقط تكمل تركيا سلسلة تماديها شمال البلاد. اعتداءات راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، كان آخرها الاعتداء على سياح في مصايف زاخو شمال دهوك. تداعيات دفعت السلطة التشريعية إلى ابتداء فصلها الجديد بمناقشة الانتهاكات التركية من خلال استضافة وزيري الدفاع والخارجية السبت المقبل. نواب أشاروا لوجود خلل واضح في مواجهة الاعتداءات الخارجية على البلاد فضلا عن ضعف منظومات الدفاع الجوي في صد الهجومات. العراق بلد سيادي وإلى جيشه وإلى دفاعاته، من المفروض هناك منظومة للدفاع الجوي لرد أي اعتداء على أبناء بلدنا أو تجاوز حدودنا، إن كانت من دولة عظمى أو صغرى أو كائن من تكون، يجب أن تكون هناك منظومة دفاع جوي لردع هكذا قصف إن كان مدفعي أو طائرات، وأي من يتجاوز على السيادة العراقية وحدود العراق يجب أن يكون هناك رادع قوي وتكون قوات مسلحة متزنة وأيضا قيادة حكيمة تردع كل الأشرار عن بلدنا العزيز. لجنة العلاقات الخارجية النيابية وضمن بيان رسمي لها بيّنت إن الاعتداء الأخير جريمة سافرة يتطلب التحرك تجاه تدويلها، وهو ما ستعمل عليه السلطة التشريعية خلال الجلسة المقبلة بمعية السلطة التنفيذية. قوى نيابية أكدت العمل على إلزام الحكومة المركزية جملة إجراءات للتعامل مع انتهاكات تركيا المتكررة. اليوم حضورنا كان ليس للشجب والاستنكار، اليوم سنخرج بعدة مطالب وإجراءات سنلزم بها الحكومة المركزية للتعامل مع انتهاكات الجانب التركي والدول الأخرى. هذا وقدم مجلس الأمن الوطني باتخاذ جملة قرارات أبرزها مطالبة الجانب التركي بسحب قواته من الأراضي العراقية وتقديم اعتذار رسمي والتوجه لتقديم شكوى لدى مجلس الأمن في الأمم المتحدة في وقت تلقت البلاد استنكارات دولية وإدانات على سلوك تركيا شمال العراق. إجراءات حازمة تنسجم مع حجم التمادي التركي على الأراضي العراقية يوصي النواب باتخاذها خلال الجلسة المقبلة والتي جمعت التوقع من أجلها. من داخل الدائرة الإعلامية في مجلس النواب مصطفى الوش الرابعة. في الأثناء دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تعزيز أطر التعاون بين أربيل وبغداد للوقوف بوجه الخروق التركي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي وإخواني العراقيين الأعزاء، باسمي وباسم حكومة الإقليم وشعب كردستان نعزي أنفسنا وذوي شهداء فاجعة الأمس، وأدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته، كما أدعو الله بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم عوائل ضحايا الصبر والسلوان. نحن بأمس الحاجة إلى تعاون أكثر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي لحماية الأرض وأرواح جميع العراقيين وإنهاء تكرار هذه الانتهاكات. نحن معكم وسنقدم ما في استطاعتنا من مساعدة لتخفيف معاناتكم.
القصف الممنهج التركي على الأراضي العراقية الذي راح ضحيته الأبرياء رفع مطالبات الأهالي في نينوى لقطع العلاقات الاقتصادية مع أنقرة لمنع هذه الاعتداءات المتكررة. بعد تكرار التجاوزات العسكرية والقصف المتكرر على الأبرياء في قصبة بحزان وسنجار ومدينة الموصل، ومن بعدها قصف السائحين الأبرياء في مصيف برخة في زاخو شمالي العراق من قبل تركيا، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرسل وفدا إلى المكان الذي تعرضت للقصف من قبل المدفعية التركية. القصف الحكومة المركزية تستنكره، وهنالك لجنة تحقيقية قد أرسلها السيد القائد العام إلى مكان الحادث تستقصي وتعرض توصياتها لمعرفة الحقائق. طبعا جرحه عميق. قل للحكومة العراقية ما هو موقفكم الدولي تجاه هذه التجاوزات والخروقات التي تحصل بين الحين والآخر من قبل القوات التركية. الأوساط الشعبية تطالب الحكومة العراقية بإغلاق السفارة وطرد السفير، وكذلك قطع العلاقات الاقتصادية لضمان عدم تكرار الاستهداف الممنهج. وسيكون هناك مسيرات احتجاجية ووقفات منددة باستهداف الأبرياء. نحن شباب نينوى ونطالب الحكومة الاتحادية بغلق السفارة التركية في العراق وغلق المعابر الحدودية مع تركيا كإجراء أولي لهذا العملية الجبان التي قامت بها تركيا. وحقيقة هذه العملية القصف ليست أول قصف وليست الأخيرة. الشارع العراقي متأجج جداً وتستنكر، ولكن ليس باليد حيلة، فقط سوف يكون احتجاج ومظاهرات بالطرق السلمية. تركيا شوفوا العوائل بنص المصايف بنص المصايف والد هون باع العوائل. وتعد الحكومة العراقية ملفا خاصا يجمع جميع الخروقات التركية على الأراضي العراقية لتدويل القضية وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي. والأوساط الشعبية تطالب بغلق السفارة التركية وقطع العلاقات الاقتصادية لوضع حد لتلك التجاوزات. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. ضرب المصالح التركية بالجانب التجاري مع العراق ربما كان من المطالب المتشابهة في جميع الاحتجاجات التي خرج بها رافضو الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. وفي البصرة ازدادت هذه المطالبات. هذه الصرخات طرقت مسامع البصريين فحركت فيهم الغضب تجاه إزهاق أرواح العراقيين جراء القصف التركي في الأراضي الشمالية من العراق. أول ردود الفعل كانت إغلاق مقرات البعثات الدبلوماسية بأمر من الشعب كما قطت أيديهم. بعد هذا القصف اللي طال المواطنين، الآن شفنا انتفاضة حقيقية من المواطنين ضد البنايات والدوائر الرسمية كالقنصليات والسفارات التركية داخل العراق. لا بل الموضوع تعدى هذا الجانب، صارت هنا الآن أكو شركات تعلن عن قطيعتها بالتعامل مع تركيا بشكل عام. التجارة التركية ومصالحهم المتوغلة في البصرة بصورة كبيرة يجب العمل على إيقافها كأحد الإجراءات الرادعة بحق الانتهاكات المتكررة بحسب مراقبين. تركيا متجاوزة عليك بالماء، تركيا متجاوزة عليك بالقصف، متجاوزة عليك داخلة بأراضيك، متجاوزة عليك داخلة عندها قواعد عسكرية. يعني يمتى العراق، يمتى أساس العراقيين ينتفضون لردع تركيا؟ نحن كمراقبين وكمجتمع عراقي نطالب أن تكون الحكومة العراقية جادة بوقف الاعتداءات التركية من خلال رفع دعوة حقيقية وليست شكلية في الأمم المتحدة، وكذلك يجب أن تكون هناك عقوبات على الجانب التركي من خلال 20 مليار، أعتقد أكثر من 20 مليار دولار بتبادل السلع التجارية. مقصف إذا صار فيه أشياء نحبك. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة. لم يهدأ غضب الرافضين لاعتداء تركيا الذي استهدف السائحين العراقيين في محافظة دهوك، إذ نظم المحتجون تظاهرة أمام السفارة التركية ومراكز منح الفيزا غاضبين.
ردود شعبية غاضبة منذ ليل البارحة تمثلت بغلق أغلب مراكز منح الفيزا التركية في المدن العراقية والتظاهر أمام سفارة التركية في العاصمة بغداد تنديداً وشجباً واستنكاراً للجريمة الوحشية التي اقترفتها تركيا بقصفها المدفعي لمصيف برخ في زاخو شمال البلاد وقتل عدد من الرجال والنساء والأطفال وجرح آخرين معظمهم من السائحين القادمين من مدن وسط جنوب البلاد، إلا أن صواريخ التركية حولت نزهتهم لجحيم. حكومة تشوف أطفالها وشبابها تذبح بصواريخ دولة جارة وساكتة، يطلع لي بيان يستنكر، هو مال استنكار هذا الحدث، هذا الرد الخجول المغزي حقيقة من الحكومة العراقية اللي ما عندنا حكومة، احنا حكومتنا ميتة سريريا من 2003. تاريخ العراقي يقام من التركي، يعني لحد الان ما حد رد، يعني ماكو هيك والله، الدماء ترست القاع، طفله عمرها سنه تستش تنقص ايديها، لكم ابن يا سياسي منكم انقصت ايده وانشمر بالقاع، بنيه متزوجه رايحه تقضي شهر العسل، ترجع هي قاعده بالسياره وراجلها فوق معلق بتعبود، لكم الى متى؟ لكم عيب عليكم وعلي ابن ابي طالب، من بعد هذا الاعتداء البسوا الشيلات وقعدوا ببيوتكم. من جانبها تنصلت تركيا عن العمل الإجرامي واصفة إياه بالهجوم الإرهابي ومتهمة في الوقت ذاته مسلحي البككة بتنفيذه، حيث تعاني مدن الإقليم ونينوى أيضا من ضربات صاروخية مستمرة تنطلق من تركيا نحو المدن العراقية، والهدف منها بحسب تركيا هو قصف مقرات ونقاط عسكرية تابعة لحزب العمال الكردستاني، لكن أغلب تلك الهجمات يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء. إن شاء الله هاي التصرف اللي قامت به تركيا الغاشمة الشعب اللي رد عليهم، احنا ما لا نطالب حكومة ولا نطالب شيء، احنا ما عندنا حكومة أصلا وما عندنا أي واحد نطالبه صراحة، هذا العراق ما عندنا أي واحد بعد أي ثقة بواحد، ما عندنا. واقفين احتجاجا ضد هاي الزمرة الفاسدة، احنا واقفين ضد تركيا وضد الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية مشاركة بدماء هاي الأبرياء، لأن ما دافعت عنهم وما تعرف الدافع ولا حد دافع، احنا سيادة ما عندنا على أرضنا، يعني أرضنا مستواحة من كل الدول. وتطالب أوساط شعبية باتخاذ خطوات جدية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لردع الجانب التركي وإيقافها عند حدها، سيما وأنها تستمر بتعديها على سيادة البلاد. من أمام السفارة التركية ببغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. المئات من أهالي محافظة كركوك يتظاهرون أمام القنصلية التركية بالمدينة احتجاجا على الاعتداء الأخير على الأراضي العراقية، مطالبين بغلق مباني الممثليات التركية. وقفة الشجب واستنكار وضد التدخلات التركية التي ما زالت تتدخل في السيادة العراقية للأسف، تقوم الآن بضرب المدنيين العزل والأحرار لأنهم ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا مجرد أنه أناس ذهبوا للتصييف. فأطلب من الحكومة يأخذون موقف اقتصادي، يأخذون حتى كردستان يأخذ اتفاق ويا النفط يوقف على اتفاق، يأخذون ما حتى الحدود ينسدوا، شنو؟ لأن هاي جريمة، جريمة قتل أطفال، جريمة شنو تقتل أطفال؟ بككة هو من بابل بيها بككة، عمي حلة بيها بككة. قطع جميع المنتوجات التركية وطرد القنصلية التركية وقفل جميع المراكز لتقديم الفيزا وقطع علاقات دبلوماسية وكل شيء. طبعا حادثة شنيعة جدا، أدى إلى استشهاد مواطنين أبرياء، مواطنين عزل كانوا رايحين للسياحة وسفر، هم ناس مدنيين ما عندهم لا علاقة بأي شيء، وتطاول الحكومة التركية على الحدود العراقية يعني أصبح بشكل لا يطاق. وفي كربلاء المقدسة نظم المئات تظاهرة أمام مبنى مركز إصدار الفيزا التركية تنديدا بالقصف التركي للمناطق السياحية شمال العراق. اليوم خرجوا جماهير كربلاء
مستنكرين وبشدة على العمل الإجرامي الجبان الذي قامت به الطائرات التركية والقوات التركية الاعتداء على السيادة العراقية وعلى العراقيين الأبرار الذين سقطوا اليوم في أحدى مصايف شمال العراق. اليوم نطالب وبشدة الأمن الدولي ونطالب كل الحكومة العراقية إذا كانت لديهم وطنية عليهم أن يضعون حدود ووقفة جادة للمطالبة وتفعيل جميع الدعاوي منذ انتهاك سيادة العراق مرارا وتكرارا من قبل الدولة التركية. ساحة ثورة العشرين وسط النجف الأشرف كانت هي الأخرى مكانا للتنديد بالعدوان التركي من قبل مواطنين طالبوا الحكومة بقطع العلاقات والتعامل بالمثل مع تركيا. المنظمات الإرهابية اللي دزتها تركيا للعراق وسوريا، قسد، داعش، النصرة وغيرها من المنظمات، هذه أسهل ما يكون أن تحركها تركيا يعني باتجاه العراق. لذلك العراق لازم يكون موقفه حازم وذكي، يعني العفرتات والفرع يعني ذني اللي كان يسويهن صدام ذني هن المفترض أنه يعبر عليهن الزمن. الآن هاي الناس طالعة كل اللي تريده أنه رد دبلوماسي قوي. إلى الملف السياسي، أخفق مجلس النواب بعقد اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية لبحث حالة الانسداد التي تعاني منها العملية السياسية. وكان من المفترض أن يحسم الاجتماع ملف رئاسة الجمهورية وتسمية مرشحه وفقا لمراسلنا في البرلمان أن قادة الكتل قد غادروا البرلمان دون تحديد موعد آخر للاجتماع. أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الأسماء التي طرحت لرئاسة الوزراء لا أساس لها. المالكي في لقاء متلفز أكد أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الخط الثاني ضمن الإطار التنسيقي، لافتا إلى أن الإطار بانتظار التوافق الكردي بشأن رئاسة الجمهورية. وبين المالكي أن الإطار التنسيقي يمتلك علاقات طيبة مع الحزبين الحاكمين في كردستان، وأن رئاسة الجمهورية عبارة عن عقدة من أصل ثلاث عقد في المشهد السياسي. قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود أن أبواب قوى الإطار التنسيقي مفتوحة لجميع الكتل السياسية ومستعدة للدخول بأية مفاوضات تسرع من عملية تشكيل الحكومة المقبلة. الصيهود أكد أن قوى الإطار متماسكة وستدعم المرشح الذي ستفرزه الحوارات الداخلية، مشيرا إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان الإعلان عن المرشح النهائي لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة. دعت لجنة الزراعة النيابية إلى تدويل قضية خفض الإطلاقات المائية من دول المنبع. اللجنة في بيان لها طالبت بعقد جلسة نيابية طارئة لبحث الملف المائي والآليات التي من خلالها سيتم الضغط على الدول المنبع لرفع الإطلاقات المائية الموجهة للعراق. الجانب التركي زيادة الإطلاقات المائية والتعامل مع العراقي وفق مبدأ حسن الجوار وتقاسم الضرر بين البلدين في سنوات الشح المائية والجفاف، وقد خرج اجتماعنا اليوم بالتوصيات التالية. أولا، الدعوة إلى جلسة برلمانية عامة لمناقشة الوضع المائي بحضور السادة الوزراء المعنيين. ثانيا، إطلاق حملة دولية مكثفة مع جميع المنظمات الدولية لتوضيح وضع العراق الخطير جراء إقامة السدود في دول المنبع. أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عزمها استضافة عدد من المسؤولين في الوزارة
للاطلاع على الأسباب التي تؤدي إلى تعثر إنتاج الطاقة وتجهيزها للمواطنين. رئيس السن للجنة خالد السامرائي قال إن الأزمة الحالية تأتي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، معربا عن أمله أن تشهد الأيام المقبلة استهلاكا إيجابيا مع انخفاض درجات الحرارة، فيما أشار إلى أن لجنته أعدت مجموعة من الاستضافات لمدراء عامين في توزيع الطاقة، فيما بين أن هناك أسبابا وراء تعثر تجهيز المواطنين بالكهرباء، منها سوء التوزيع والاختناقات في الشبكة الوطنية. أكدت وزارة النفط مضيها في استثمار الغاز المصاحب وإضافته للإنتاج الوطني من حقلي الغراف الناصرية. وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب أوضح أن مجموعة استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية في البصرة بالاتفاق مع توتال تبلغ 600 مليون قدم مكعب، تضاف إلى الكمية المستثمرة من الحقول الأخرى. وأشار حطاب إلى أن الوزارة تهدف إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة وإيقاف حرق الغاز. النشرة انتهت تذكير بعناوينها. لبحث الاعتداءات التركية، الرئاسات الأربع تعقد اجتماعا مع قادة الكتل السياسية، وتأكيدات باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد. استمرارا للاستنكارات الشعبية، احتجاجات مستمرة أمام السفارة التركية ومطالبات بقطع العلاقات الاقتصادية وطرد سفير أنقرة. المالكي يلمح إلى شخصية رئيس مجلس الوزراء المقبل، والإطار التنسيقي يؤكد انفتاحه على بقية القوى السياسية في اختيار الحكومة. وردا على قطع حصة العراق المائية من دول المنبع، الزراعة النيابية تلوح بتدويل الأزمة المائية وتدعو لجلسة برلمانية عاجلة. كانت هذه نشرة أخبار الرابعة. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام وتويتر. شكرا لكم. إلى اللقاء.